زي ما قلنا التسيرة بتاعت المزار، الناس الوافدين للشيخ، ودي طريق عادية، والناس كانت ساكنة على يمين وشمال. في آراء زمان يقول لك شجرة خوخ، وناس تقول لك الطفلة بتاعت الجبل يقول لك مخوفة. دي الآراء اللي كنا بنقولوها، بس الرأي الأصح طبعا في من خلال الكلام مع حد كبير خوخة ضربنا، واحد اسمه محمد صبحي بتاع النوبة، كان شرح محاضرة من المحاضرات بتاعته، والخوخة زمان وتستيرة الزير والناس، فإيه رحنا جبناها، أنا اللي جبتها في الحتة دي، فربطت الدنيا. فاذا لان انا فاكر لما كنا نجي نلعب في ملعب الكعبيله هنا في جرار عاملين تستيره ثباته زي كده، وجرار ميه الناس بتملاها متطوعين، يعني الناس اللي بتملى لبيوتها تروح مره على الجرار دي لله، يعني سبيل. الناس سبيل الناس اللي من قبل الكولدير والكلام ده، تمام. فده سبب التسميه. في المنطقه المربع ده اسمه الخوخه. الخوخه زمان كانت عباره عن الثلاث مقابر دول بس، وكانت مهمله ما حدش بيجي لها كتير. من كام سنة راح فتح مقبرة مهمة ساقي الملك، لقب مهم في مصر القديمة. يعني ايه ساقي الملك؟ عشان ما نوقفش في الشمس ونشرح حاجة كتير. الألقاب مهمة، يعني انت هتقول لي السجة يعملوا له مقبرة، ساقي الملك حد موثوق فيه جدا. فاكر قصة سيدنا يوسف بتعمل الربط؟ مين اللي فسر الرؤية؟ اللي هو اللي وصل سيدنا يوسف للملك، واحد صديق سيدنا يوسف اللي هو ساقي الملك، واحد قريب. المهم الراجل ده لما كان يتكلم راح يتكلم على سيدنا يوسف من مقرب جدا للملك. ليه مصدر ثقة ومقرب؟ علشان ممكن ساقي الملك يسم الملك وموته. يبقى أهم حاجات الناس على يوثق فيها الملك حامل المروحة على اليمين، حامل المروحة على اليسار، وساقي الملك. شوف صلاتنا عرمر حامل الصندلين في إيده بريك، وهو ساقي الملك. الملك بيعطش، الملك مش هيشيل الجزاز المعدنية معاه في إيده. البريج ده يبقى ايه من الحياة الفنية. هو اديتك شرح لنعرمر، اديتك شرح للمقبرة، فكلمة ساقي الملك كبير الخدم ما تتفاجأش ان هم يكون ليهم مقبرة. اقول لك ده نوبلاء، عشان ده منصب عالي على فكرة، رفيع المستوى. شفت الراجل اللي كان ورا مبارك دايما وماسك الدوسيه وماشي وراه، كبير اليوران ده زي زكريا عزمي وحياد دايما، يعني انت بتشوفه زي خدام الرئيس. مرتضى منصور الملك زي كده، تمام. فساقي الملك مقبرة مهمة اسمه جحوتي، عصر مينا باشا مهم جدا في التاريخ حتمس وحتشبسوت، والمقبرة تشهد على فترة الصراع في تهشير لاسم حتشبسوت، وفي فترة اخناتون تهشير لاسم امون. يبقى انا ضمنت لو جاي الخوخة هنا بشرح معلومات متنوعة، وقلش ما تقولش عندي معلومات. يبقى ايه عندك؟ معلومات عن اخناتون، معلومات عن حتشبسوت وصراحة مع حتمس الثالث، ومعلومة عن الملك ساقي الملك، ولوحتين هو مقبرة بسيطة، لكن انت ليه لقيت عندك فرشة وداتا. الثلاث مقابر التانيين دول مهمين بالنسبة لنا، اسمه نيفر ريمبت وجحوتي مس ونيفر سخيرو. نيفر ريمبت ده في منظر مهم مشهور، الأقزام من المناظر الغير معتادة بتشوفها. ايه الأقزام دول؟ كانوا بيشتغلوا صناعة الحلي. القزم يصنع الحلي لسببين، الأنامل بتاعته البسيطة عنده القدرة على صناعة الحاجات الدقيقة. حاجة اثنين، الأقزام عددهم محصور وطريقة هروبهم محدودة، معدودين محصورين. فأنت لما بيدخله يشتغل في الورش بتاعت صب الحلي بتاعت الكرنك وبتاعت الإله أمون وتمثيل، خلي بالك تمثال الإله أمون، كل ملك يجي يتصب التمثال الذهبي، يتسيح ويتصب تمثال جديد بشكله، شكل الملك. شكل الملك. شفت انت توت عنخ امون وتماثيل يقول لك اله امون، ولكن توت عنخ وتتلخبط توت عنخ بملامح الملك، والاله امون بملامح الملك الحاكم، فتمثال المعبود امون بملامح الملك الحاكم. فورش صب المعادن او الذهب للتماثيل اللي بتقام على الطقوس تمثال الندى، فهم دول كانوا مين مقيمين بالموضوع ده. فالراجل ده رئيس الكتبه اللي موجودين في معبد الكرنك في عصر مين؟ رمسيس الثاني. يبقى مهمة الراجل ده، يبقى موضوعات جديدة. عرفت النوبل ليه متنوعة وكبيرة؟ ما حدش يروح يقول لك هتشرح أي مناظر واللي تشوفها واللي تعمل لا. المقابر دي فيها شرح سنفر بس، ودير المدينة ما فهمش شرح. تمام؟ فعرفنا إيه موضوع من الموضوعات المهمة، الأقزام وصناعة الحلي، وهنشوف مناظر حلوة. الأقزام ليهم إيه هنا يعني؟ هم بيشتغلوا في الحلي في منظر يعني ليهم ما منظر يعني ولا ليه ولا هو الراجل ده مشرف على الورش. هو ده كان قزم ده؟ الخزانة. كان قزم؟ ما كانش قزم، كاتب الملك. تمام؟ في عصر رمسيس الثاني. جحود مس ونفر سخورو أسرة 18
مهم جدا، هتلاقى تماثيل منحوته في الصخر زي ما تماثيل سقاره في الصخر نفسه، زي المقبره الاخيره اللي هنزورها برضو في تماثيل محفوره في الجبل نفسه. اهميه المقبره، واحد كاهن، كان كاهن تحنيط، يعني من الناس اللي كانت تشتغل في التحنيط، فتعمل له مقبره. يبقى وظيفه جديده من الوظائف اللي انت ما شفتهاش قبل كده، بتشوف كاتب ملكي، كاتب الخزانه، ساقي الملك، كبير الخدم، فلكي، كل المناصب دي. مين فلكي؟ نخت، مجموعة نخت، ومننا نخت نفسه كان فلكي، واحد من الفلكيين اللي هما براصد للنجوم. تمام. موجود. تمام؟ فجاي عندنا ايه، وظيفة جديدة لواحد من اللي هو التحنيط، وهتلقى لفافة التحنيط ومقبرة غير مكتملة، والمدخل بتاعها داخل مقبرة اللي هي نفرتسخرو، لان الباب اتقفل من الناحيه الثانيه، وهنقول لك ازاي، لان احنا هندخله هنقسمه على مجموعتين، هنقسم على مجموعتين. بعد كده في الثلاث موضوعات، المقابر دي والمقبره الجديده اللي هنروح نزورها. الرايل ده كان كاتب برضو ملكي ورئيس المشرف على عاملات النسيج، انا بعت لكم، احنا بعتها لك، انت ما بعتهاش لك، انك ضفتك بعدين. اللوحات، اللوحه بتكلم على ايه، الراجل اللي هو كان المشرف على عاملات النسيج وكان كاتب ملكي في عصر الملك اي، يبقى عرفنا ايه، حددنا الفتره، يعني واحد من عصر حتشبسوت وتحتمس الثالث، من عصر رمسيس الثاني، عصر تحامسه، عصر اي. الراجل بتاع اي ده ومقبرتين من دول، يعني ثلاثه من الخمسه اللي هنزورهم، في حاجه اسمها عباده اسلاف. أم الحطب الأول وأمه أحمس نفر.